إذن محطتنا الأخيرة من المحرق، حيث انطلقت فعاليات مهرجان ليالي المحرق، وذلك من مركز زوار موقع مسار اللؤلؤ بحضور سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار، بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالشأن الثقافي في المملكة. نعم سهير، هذا وتنوعت فعاليات الافتتاح في أماكن متفرقة من المحرق القديمة، وذلك ما بين عمارات الدوي في منطقة مركز الزوار، ومن ثم عمارة فخر واحد وعمارة فخر اثنان، إضافة إلى المرور بسوق القيصرية. فرق شعبية وموسيقى تراثية، معارض ثقافية يقدمها مهرجان ليالي المحرق بأسلوب حديث ممزوج بعبق الماضي الجميل. فهذه الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المهرجان نهاية كل أسبوع في النصف الأول من شهر ديسمبر تنقل الزوار إلى ذلك الماضي الجميل من خلال الأجواء المتميزة التي يقدمها المهرجان لرواده. مهرجان ليالي المحرق يأتي احتفاء بالثقافة بكافة أنواعها كالموسيقى والفنون والتصميم والسينما، ويأتي هذا المهرجان لإحياء أجزاء من المحرق القديمة سعيا منا لجذب الجمهور البحريني والسائح لهذه المدينة التي تمتاز بنسيج عمراني متميز وفريد. وكما تعلم المدينة لها عناصر متعددة مدرجة على قائمة التراث العالمي الإنساني كمشروع مسار اللؤلؤ، بالإضافة كون المدينة جزء من شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في مجال التصميم، فهذا ما يعطي هذه المدينة أحقية للاحتفاء بما تحتويه من مضمون تراثي غني وحي. هذه المعارض الثقافية التي يقدمها المهرجان تسلط الضوء على أفكار ثاقبة مرتبطة بالبيئة الساحلية للبحرين، لتقدم من خلالها تفاصيل دقيقة لتبرز من خلالها أهمية ساحل البحرين وكافة المتغيرات التي طرأت عليه وتطوره بمرور الوقت، وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي. وبعد ذلك انتقل الزوار لأمسية غنائية للطرب البحريني الأصيل أحيتها فرقة محمد بن فارس الشعبية. المعرض اسمه على الحافة، المقصود به هي حافة البحر، و يستعرض يعني العلاقة ما بين أهل البحرين وأهل المحرق بالبحر والناس اللي كانت على اتصال لصيق بالبحر. اليوم كمحرقية أحس بالفخر لأن تراثنا القديم المتأصل في البيوت القديمة في الفن المحرقي الأصيل قاعد أشوفه محاط بطريقة عصرية حلوة. مسار اللولو اختصر قصة من تراث مملكة البحرين متأصلة في المحرق. يلقي مهرجان ليالي المحرق الضوء على موقع مسار اللؤلؤ، ثاني مواقع مملكة البحرين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والممارسات الثقافية والاجتماعية والتراث غير المادي المصاحب والذي يجسد إرث عصر صيد اللؤلؤ في البحرين. فعاليات متنوعة، برامج ثقافية متميزة يحتضنها مهرجان ليالي المحرق ليقدم للجمهور تجربة ثرية بمحتواها تتنوع ما بين الموسيقى والمعارض وورش العمل، بالإضافة إلى الأسواق ليعيش زوار المهرجان أجواء مختلفة في ربوع المحرق. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.